ماشيين على باب الله بس مستعجلين، ولو حد قلت له يا عم وصلنا يقول لك معلش احنا صايمين. حلقة جديدة عن سواقين التاكسيات اللي دايما يا عيني على طول صايمين وشغالين ورمضان كريم. خلينا نشوف الناس هتفطر فين في رمضان، وتحديدا كمان سواقين التاكسي اللي بيفضلوا طول النهار 24 ساعة في الشارع. خلينا نشوف هيفطروا فين. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيبة. رمضان كريم. الله أكرم. أخبار الصيام إيه السنة دي؟ الحمد لله تمام. الحر ده؟ الحمد لله ربنا. إيه هتفطر فين؟ هفطر في البيت. في البيت، يعني أنت قبل الفطار بتفضل تشتغل وبعد كده تروح على طول على الفطار. إن شاء الله. والناس بتبقى إيه؟ بتركب معاك كتير قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ هو يعني هي ارزاق، بس يعني بعد الفطار بيكون اكتر، يعني بيكون الحر خف شويه الناس مش بيتحركوا كتير قبل الفطار. بيبقى الجو حر شويه عليهم، ما حدش بينزل كتير. طب قبل كده مفيش مره والمدفع ضرب عليك في الشارع؟ احيانا بيحصل. بتفطر فين بقى؟ والله مصر كويسه يعني جميله، في اي مكان الناس وانت ماشي بقى الحاجات الحلوه بتتوزع، التمر، الكركديه، الحاجات دي. ايوه، وميه وحاجات كتير يعني. ايوه. طب تقول للناس ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانت طيب. وانت طيبة يا أستاذ. رمضان كريم. الله أكرم. بتعمل إيه في رمضان بقى؟ بقرأ قرآن، بصوم، يعني شهر طاعة. طيب ولو المدفع ضرب عليك وانت في الطريق بتعمل إيه؟ باخد بلحة وبصلي المغرب وبعدين آكل في بيتي. العزومات ساعات كده بتبقى كتير، بتتعزم كتير في رمضان ولا لا؟ رمضان بيجيب الاحباب والقرايب، بيعمل صله ترابط. والسحور بتسحر في البيت ولا دايما ممكن تبقى شغال؟ لا بسحر في البيت. في البيت؟ كل يوم؟ كل يوم تسحروا، ان في السحور بركه. طبعا. لكن ما جاش عليك وقت قبل كده وكنت يعني مش بتتسحر في البيت؟ لا ده يعني ظروف، يعني لما ضغط عليا. لكن طب تقول ايه للناس في شهر رمضان؟ بقول رمضان كريم ونتعاون مع بعض ونحب بعض. ولسه مكملين لقاءاتنا مع الصايمين الشغالين الشقيانين. كل سنه وحضرتك طيب. طيب يا فندم. رمضان كريم. الله اكرم. اخبار الصيام معاك ايه؟ الحمد لله تمام. الدنيا حر شويه. هنعمل ايه؟ اكل العيش. كتير بقى طبعا، بتحس ان الدنيا حر بس انت مكمل شغلك. مكمل شغل عادي، مفيش اي مشكله، وربنا بيقوينا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. قول لي، الناس دايما بتبقى نازله يعني بتتحرك في الشارع، الحركه بتكون قبل ولا بعد الفطار اكتر؟ لو بعد 10 ايام من رمضان الحركه بتبقى اكتر شويه، لان الناس بتنزل تجيب حاجات العيد وبتاع والحاجات دي. وانت بتفطر فين؟ انا معظم الوقت في الشارع. في الشارع بتفطر ايه في الشارع بقى؟ اللي موجود. حاجه مش شرط، على اساس افطر واقدر اكمل الورديه بتاعه العربيه. انت من كام لكام؟ انا من 3 ل 11. من 3 ايه؟ 3 العصر ل 11. 11 بالليل. ربنا يقويك يا رب. على كده على طول بتسحر بقى في البيت؟ في البيت طبعا. السحور بيبقى ايه بقى؟ طبيعي. فول. طعميه وزبادي عشان الاولاد وبس. بتحب حاجه معينه لو صدفت معاك وفطرت في البيت؟ لا مش شرط والله، اللي موجود بيتاكل. حلو قوي الرضا ده، ربنا يديمه عليك نعمه. طيب قول لي، لو انت معزوم على الفطار ممكن تطلب حاجه معينه ولا اللي هتلاقيه؟ لا طبعا اي حاجه، يعني ابقى معزوم عند ناس واقول لهم يعملوا لي حاجات معينه. شفت بقى في ناس بتعمل لا 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 لا، اللي متواجد يتاكل. اللي موجود يتاكل. طب والزحمه عامله ايه؟ الزحمه احلى في رمضان ولا لا؟ والحمد لله بعض الشيء افضل من الاول يعني. الحمد لله. الدنيا بتبقى هاديه عشان الناس مش بتنزل كتير. الدنيا بتبقى هاديه يعني، ممكن بعد الفطار لغايه اول يعني العشاء، اول ما العشاء تبدا الزحمه، انما من بعد الفطار الجو بيبقى رايق. طيب تقول ايه بقى للناس في رمضان؟ اقول لهم كل سنه طيبين وربنا يديم عليكم نعمه يا رب. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا فندم. رمضان جميل. رمضان جميل. رمضان جميل بالناس الحلوة اللي شغالة ليل نهار ومش بتفكر انها تلحق الفطار. طبعا. اخبار رمضان معاك ايه السنة؟ الحمد لله تمام. تمام؟ الحمد لله. قولي، كل سنة انت بتبقى شغال قبل الفطار ولا ساعات وساعات؟ بشتغل دايما قبل الفطار. طيب قولي بتفطر فين؟ والله بفطر يعني بعد ما يروح. بعد ما تروح؟ لان اصبي نفسي باي حاجة كده، بس لازم افطر مع الاولاد يعني. بتروح امتى؟ يعني بعد الفطيبة حوالي ساعتين كده، ساعة ساعتين؟
وكل كل ساعه طبعا بتعدي عليك وانت بره البيت بتبقى عايز ترجع البيت بدري طبعا. بس اعمل ايه بقى يعني، هو الشغل بقى هو اللي واخدنا. تحب تاكل ايه على الفطار بقى لما ترجع البيت؟ والله اي حاجه موجوده يعني، يا مضم بيبقى كريم علينا قوي يعني، كل اكل باكله عادي ما فيش اي مشاكل في الاكل. تحب اكتر تتعزم ولا تعزم؟ لا بحب اعزم. تعزم بتعزم على ايه بقى؟ عازم من الناس يعني، قرايبي عمامي خلاني. تمام. طب وهل كل الناس معاك بيبقوا حابين ان هم يتعزموا، ولا في ناس ممكن تحب انها تاكل في بيتها اكتر؟ لا في ناس بتحب تتعزم وفي ناس بتحب تاكل في بيتها اكتر. الناس بتركب معاك قبل ولا بعد الفطار؟ لا قبل الفطار كتير. قبل الفطار. والسحور اخباره ايه؟ والسحور كويس الحمد لله. الحمد لله. طب تقول لي الناس ايه في رمضان؟ اقول لهم يا ربنا يعني يكرمنا في الشهر ده ويخلي مصري بخير، ويعني ويخلي احسن مصري دي احسن بلد في الدنيا. من غيره بنتوه في العنوان، واللي بيسوق بيوصلنا لأي مكان. زحمة وكلاكسات والناس في رمضان خد وهات. تابعونا وحلقات تانية كتير، ورمضان كريم.